جامعة الملك فيصل، مدينة العلم في واحة الأحساء. حرصت هذه البلاد منذ مطلع تاريخها على يد المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله تراه على بناء الوطن والمواطن وتحقيق الرفعة والرفاهية لهما، بما يمكنهم من تبوؤ مكانة كريمة متميزة ليس إقليميا فقط بل عالميا وإلى أقصى مدى. وعلى نهجه رحمه الله سار أبناؤه البررة من بعده، وكان من بين أبرز اهتماماتهم تهيئة البيئة العلمية التعليمية المحفزة للتفوق والإبداع. فكان من بديع إنجازاتهم الكريمة المدن الجامعية، ومنها مدينة جامعة الملك فيصل التي تفخر اليوم بافتتاحها على يد الوالد الغالي ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأدام عزه. تلك المدينة، ذلك المعلم، هذا الصرح العظيم الذي يقوم شاهقاً ليثبت للعالم قاطبة حرص خادم الحرمين الشريفين البالغ واهتمامه بالتعليم ورعايته لبنيته البشرية والمادية. فالشكر، كل الشكر لكم والدنا العظيم، وصادق الدعاء أتوجه به للمولى القدير سبحانه بأن يحفظكم ويديم عليكم نعمه ويجعلكم عزا وذخرا لنا نحن أبناؤك المواطنين وللمسلمين أجمعين.